بس انا بطالب من هنا اللي هم بعض الفئات اللي هي ربنا سبحانه وتعالى جعلها بالمال، ان هي تخف شويه على حسب انه تخلي للرجل البسيط في الفتره اللي احنا فيها دي يعرف يجهز بنته. انا من حوالي 10 12 يوم كانت معايا واحده من دمياط، واحده ست زي اي ست، جهزت بنتها وطبعا جابت كل الاشياء واتكتب عليها شيكات، العروسه ضامن وابنها ضامن وهي ضامن. فتاخرت 3 شهور، الراجل رفع وحكم والمحكمه حكمت، وحاليا هي دلوقتي مطلوبه قدام القضاء. طيب انا عاوز استر بنتي، توصل بيا انه انا اتحكم عليا ولا السجن؟ لا بلاش منها. فاحنا بنطالب يعني بعض الاهل اللي هم بعض اللي هم الناس البسطاء اللي هم من نفس حاجتنا يعني، انه يراعوا الظروف وتبقى الحاجات اللي هي الملتزمه في البيت، يعني نقول الثلاجه، الغساله، البوتاجاز، شاشه عرض يا ستي. لكن دلوقتي يشرط يقول لك انا عاوز اوضه اطفال. طب افترضنا ما جاتش اوضه في الاطفال، يعني الطفل لما هيجي هيلاقي نفسه يعني شغل مش هو يعني. فاحنا عاوزين نناقش القضيه دي، لانه معايا ستي انا طلبت مني الموضوع ده عشان انا اناقشه مع حضرتك ومع الاستاذه. بتقول لك انا معايا 4، والاربعه كل ما يجي عريس ما معهاش تجهز، تجيب منين؟ يعني حضرتك مع الاساسيات فقط؟ نعم، بدون اي نزاهه. وزي ما أي زي ما الحمله طلعت على التواصل الاجتماعي لا للنيج ولا الحاجات دي، المفروض يعني ده مين المفروض يا استاذه؟ لانه احنا شعب طيب، والانسان اذا كان الرجل او الست ده عاوز يستر ابنه ودي عاوزه تستر بنتها، فعاوزين يكونوا حنينين مع بعض عشان نعرف نجمع الاثنين في بيت سعيد. طب ما في واحده بتجيب 400 500000 جنيه وبعد 3 4 شهور بالسلامه، يبقى ايه اللي خدناه؟ مفيش نجاح، في فشل. بس